ضغط، متعة، صحيح، طيب، حماس، طيب، طيب. كل هذا بتشاهدوه في فيديو اليوم. غارينا راح تبند لي حساب. كلكم عارفين انه سيزون الجديد في الرانكد جاء، وتقريبا كل اليوتيوبر ما يصوروا رحلة الصعود للجراند ماستر، واهم شيء عارف انه كل المتابعين ملوا من هذه الفكرة. فلذلك انا اليوم قررت اني نحطم ارقام قياسية في هذا سيزون الجديد من ناحية البويات، الهيتشوت، واهم شيء نسبة القتل واللي هي سكاتي. فعزيزي المشاهد انصحك انك تشاهد الفيديو للاخر لانك راح تنصدم في النهاية. قبل كل شيء انزل تحت، حط لايك واشترك في القناة، تخلينا نوصل للمليون. كما تشوفوا هذا الجيم التاسع اللي خلصناه، جبنا 9 بويات، وهذا الجيم اللي باش ندخلو له هو رقم 10، وباش نحاولوا نجيبوا من اول 10 جيمات 10 بويات. خليني نوريكم 9 جيمات وجبت فيهم 9 بويات، فهل نستطيع ان نجيب الجيم العاشر بويا او لا، ونكون اول شخص في سيرفر مينا اول 10 جيمات يجيبهم بويا. فانا اتحدى اي يوتيوبر قادر يكسر هذا الرقم، اول 10 جيمات يجيبهم بويا. خليني نوريكم، عندي الكادي الان 167، نسبة الكادي 167، وبالنسبة نسبة الهيت شوت هي 97%، نتصور هذه اعلى نسبة هيت شوت ايضا. فانا اتحدى اي صانع محتوى ولا اي لاعب في فري فاير يقدر يسوي هذا الرقم في اول 10 جيمات في فري فاير. خلينا ندخل الجيم العاشر ونحاول ان ما نخسرش الجيمات. طبعا عندي زوز معايا في السكواد هما اختصاصهم الريفايف، ومعنا هذا الهاكر ليفل اب الارنب الميك. على كل، الو الو ليفل اب تسمع؟ الو اسمع. يا سيدي يا لازمنا الطرح العاشر نجيبوه بويا، ونكونوا هكا كسرنا رقم. ما كسرناش رقم هذا، ولا يوتيوبر قدر انه يجيب 10 بويات اول 10 جيمات في الموسم. وكما تشوفوا نزلنا في الكلوك، وبالنسبه للناس شافوني طبعا في اللوبي على ذاك ما نزلوش في الكلوك، خافوا مني، يعني من اقوى اللاعبين في سيرفر مينا طبعا باش يخافوا مني. على كل نسيب لك كذا شو شبيه هذا؟ قلت لك اي، قلت لك اي عندك حق شبيه، يعني قلت حاجه عيب. ما سمعتنيش، ما عادش تسمع. شوف لازمنا نجيبو يا ودي، لازمنا نجيبوها بويا هذه باش نكون نكسر الرقم. اول 10 جيمات، اول 10 بويات، والرحلة مازالت متواصلة بإذن الله. نحاول نجيب اول 20 جيم 20 بويا. تخيلوا معايا نكسر، تصور القرى نلعبوا 100 طرح نجيب 100 بويا اول 100 طرح. صعيبة 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 والله صعيبة. اوه يا ربي، طيب انا مشيت. طيب نجي نتحركوا مع بعض. ايوه بسم الله. اوكي اوكي اوكي. طيب حمزه هذا هاكر، هاكر مطيح 4 هيد شوت. اوي 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 اوي. لما انا واحد اسمه رومانسي قاعد يقتله لهم. هذاك اللي معنا يفيق اوي، ايش بيه؟ وري باي وري باي، طيحها الكل. حتى رومانسي هذا ضرب فيها هاكر. شروني بديان شريط، مش بكبيرة يا اخي. انا وهرب بكرهبة مسكين، ما فيها ما هو. فما ثلج في البيك نرموه. اوه فايتو يا وجين يا اخي، ندخل نفايتي انا وانت ربي معك. يجيك ما يجيك. يا صاحبي عامل الكاركتير بتاع الكرهبة. يبون طيحتهم، طيحت واحد يا ولد. طيب شبالك اليوم زيرو كيل، طبعا لقيت حد وزو سكيلات. اوعى تلعب على السكور. عرفوا ايه فمشكون على الاقل في البيك ولا سيبون. طاح طاح، سبحان الله اسمه، سبحان الله وبحمده. لا طاح لن ودي ايزي. شوفوا الاولاد نوعدكم ان مش نجيبوا 10 بويات اول 10 جيمين، ما فيش لعب الحكايه، ما فيش. شوف الفزعه، شوف الفزعه، شوف الفزعه. وين ما نشوف في حد درا كلوت لوت مزور لوت زعما.
اي طفلوا وطفلوا مع بعض طياحت واحد وخالي بدن رابط. يشوف هذا نورمال مان. هاكر مش نخسروا الجيم مش نخسروا. يا القرب بكري يكذب على العبيد. يعني راجع مش انتقم مش انتقم له للأقوى انتقام تشوفوه في سيرفر مان. A few moments later. يا صاحب يا سكوت. يا ضحكوا علي. طيب برا نرجع ننتقم. جوك ولا مازال غادي زعما؟ جوني ما نشوف فيها ما. استغفر الله يا رب. راك ولا من هل ده دوبل هيد فيها دوبل هيد. طاف ضرب واحد ضربة ومن يلعب الهاكر فر هذا وخر وخر. طاح حبيبي والله حوالي يا اخوان الانتقام تم. برضو هذا لعب ترى. ايه فما جيلي تروا يز يز الكوز انتي الولد ما تستفزونيش طبعا. هبطين وين مهم بدين 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 خمنا ثلاث فانش تفنش مش فنش يا بهي. واو ويل كيش جافها كيش جاي طفل فنش روحها مسكين. ايش استفزوا فينا تو ما فهمتش انا ليه طيب يضحك. ضربة مغاد مغاد مقابل كثيرة مغاد بحث الجيكس في البسينة. ايه ورايا يا قر فذاك بسين فايقوا الريفايف ميت يا جماعة. ترح كيس حاجة. واو طيح صوروا بها شورت خلي عليك وال ماشي غايب عليك مرخصة معاود معاك مخصوص تعشحوا لكم تعرفتوا اخوان عادي يعني عادي يبدأ هاكر وبهيم سبحان الله يبدأ هاكر وبهيم مش يحكي معاه مريتهم مريت 250 واحد ورايا نرمو مور قرر ولا شو ضرب طاح ليه ما طاحش كيفاش تو غلطني هكا اللي ورايا بس هلا بلونز نوب اضربني هاد شير بركة واحد اخر واحد اخر اصبر علي شيء اصبر لا كاو طاح نوب حطني لغم طيفوني بي جيش طيق صحيح خلنا نمشي لهم بجمي خليه رحت واصفر ماشي للدار هو فيقه ماشي يجري رحت واصفر الزح الان
هاي تقلو فاي من بعيد منين او طفلة ابغى انضع الدور شو فيه برشا فرما في ضربة ادخل رمان نسيت خلط ميت ما غادي خبط عاود رجعك رخيص هذاك هو كروها بالقرش شو هو فوق فين طيب فهد هل نطلع دينامو ليش سرقتها ليش؟ يعني سرقت أصرف أصفر حتى ملا مؤخرة خلي كويس خليك طب هابطين علينا لا مهما بينك وعندما وجيك ال تنا قدامي واحد قدامك هنا طاح يوي جيم حلو هذا اضرب ما غاد دمي ناقص اصبر يا حوون يا صاحبي ولا سكيز لازم شي فايخكم هاي اعطي التوكن درك اعطيني التوكن اعطي جوك بيه اعطي التوكن برا وغاديك الكل نرمو اي يخسر البويا يا غادي دير برشا الدور الكبيرة نصور بعد يجي نصور يا ودي نصور بعد ارجع زوز مقبل شو تربوني في الهواء يا روان فما وقعت في الصحن المومو يا تقر لحظة يضربوا في فوق السطح اقول فوق السطح اللي كنت فيه بتاع الدار الكبير زوز فوق السطح يا لا لك لو ما عندوش توكن ران فينا وحدنا اوه هيت فوق الدار لازم يفيقكم هيت مش عنده توكن ما عندوش توكن عنده مياه يمينك بالدار غاد صعب تشوفهم كل واحد شد دار والله رهيب جيب ايز قلت واحد يا القر كمان برنامز نزلوا زوز وين هم فوق الدار اوكي هبط خلي الدار امين لاخر زوز بجنا بعض شايف يفيق ليه سير تعدل الماكينة اوه عندي 500 زعما فايق قولي فايق عطي التوكن هز التوكن يا رومانس هز التوكن حاول ادخل فايقني يا رومانس حاول ادخل طمّل نسي كيسة ابدا امشي الموت مرة فوق الدار ادخل الدار الداخل وراكم مقتول قتل خلي جيب صحيح اي اخر واحد من برا شبيك اي باي صحيح فنش هاي فنش واو شو لا شو قلبي يعمل هيك مامي
يمكن فيه صار والله قلبي طاح يا القر. اوه ولد قلبي في 210 دق 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 دق. يا ولدي انا خفت لصاحبي اللي فيه يضرب الديريكت. يوم يمكنش يا صاحبي مين بالرسمي ما يمكنش. جي. هذا الفيديو لازم يوصل 100,000 لايك. شو يح مش نورمال يا القر. ميلي على الفايت انا ترى الفايت الاخره مش نورمال. الفايت الاخره مش عاديه. على كل خل نعملوا الخاتمه تو بدي ديريكت صلب الموضوع لعيتها هي نورمال خات. على كل ليه كما شفتوا اقوى فايت صارت مش هذه عمري لريت انا فيديو في فايت كيما هيك. على كل نتحدى اي شخص ولا اي صانع محتوى يعمل اللي عملته انا اول 10 جيمات في سيزون الجديد يسيب فيهم 10 بويات والرحله مازالت متواصله. فلا تنسوا تحطوا لايك تشاركوا في القناه وملتقانا في الفيديو القادم.